أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا الرياضي الأسبوعي السياد الرياضة. في إطار التعاون الدولي بين أكاديمي جامعة الموصل والجامعات العالمية وبدعم مباشر من السيد رئيس جامعة الموصل وبإشراف الأكاديميين في الجامعة، أثمرت هذه المبادرات عن إقامة الورشة الدولية الثالثة بين جامعة الموصل وجامعة مارتن لوثر هالة الألمانية بدعم من الهيئة الألمانية للتبادل. مشاهدينا الأعزاء، أهداف هذه الورشة، من هم القائمون عليها؟ من هم المنسقون لهذه الورشة؟ من هم ضيوف الموصل؟ مشاهدينا الكرام، رحبوا معي في حلقة أسياد الرياضة بضيوف حلقة هذا الأسبوع وبضيوف الموصل من ألمانيا ومن جمهورية مصر العربية ومن العراق. رحبوا معي بالدكتور ناظم الوتار، الأكاديمي الرياضي المعروف وأحد أبرز المساهمين في هذه الورشة. أهلا وسهلا بك دكتور ناظم. وايضا نرحب مشاهدينا الاعزاء بالبروفيسور الالماني اوليفر شتول، مدير برنامج الشراكه الالمانيه الاكاديميه الالمانيه وعميد معهد العلوم في جامعه مارتن لوثر الالمانيه. اهلا وسهلا بك مستر اوليفر. السلام عليكم. نعم، وايضا ارحب بالدكتور عمر محمد رشدي من جمهوريه مصر العربيه، اختصاصي في علم النفس الرياضي، استاذ زائر لجامعه مارتن لوثر. اهلا وسهلا بك دكتور عمر. وايضا ارحب بالدكتور ستيفان، طبيب نفسي في كليه الطب بجامعه مارتن لوثر. اهلا وسهلا بك. السلام عليكم. إذا مشاهدينا الأعزاء، أرحب بضيوف الحلقة، حلقة برنامج أسياد الرياضة. قبل ما نروح لضيوف الموصل وضيوف العراق من جمهورية ألمانيا الصديقة، نتحدث قليلا مع الدكتور ناظم الوتار ليتحدثنا عن هذه الورشة. أهلا وسهلا بك مرة أخرى دكتور، يا ريت تعطينا نبذة عن هذه الورشة وعن هذه الزيارة. أهلا وسهلا أستاذ جاسم. اولا شكرا على الاستضافه في برنامج اسياد الرياضه، البرنامج الرياضي الحقيقي المعروف على الاقل على مستوى مدينه الموصل وعلى مستوى العراق وبجنابك الكريم. الحقيقه هذا البرنامج برنامج دولي يحظى برعايه ودعم من قبل الهيئه الالمانيه للتبادل الثقافي دي اي دي، والحقيقه احنا بنينا كجامعه الموصل وبدعم الحقيقه من قبل السيد رئيس الجامعه الاستاذ الدكتور قصي كمال الدين الاحمدي، قدم دعم كبير لكل اساتذه والاكاديميين في الجامعه في عمليه الانفتاح على الجامعات الدوليه ونقل الخبرات والتجارب. واليوم كما ترى ان جامعه الموصل لديها الان علاقات وطيده مع جامعات مختلفه في انجلترا واستراليا وامريكا والان مع المانيا. البرنامج الحالي يسمى برنامج الشراكه الاكاديميه الالمانيه العراقيه. هذا البرنامج الحقيقه يعتمد على قيام اساتذه من المانيا بتقديم مشروع مشترك مع جامعة الموصل. المشروع هذا كان تحت عنوان آفاق مستقبلية تطوير التعليم العالي في العراق في مجال التربية البدنية وعلوم الرياضة. كان كمرحلة أولى لمدة سنة. مدير المشروع والزميل البروفيسور أوليفر شتول هو الشريك الرسمي لهذا المشروع، وأنا كنت الشريك العراقي وبدعم من جامعة الموصل. هذا البرنامج بدأ بثلاث ورش عمل. الورشة الأولى كانت في أربيل في بداية السنة الحالية، والورشة الثانية كانت في ألمانيا، والورشة الثالثة الدولية الثالثة الآن تقام في جامعة الموصل. ووجود الزملاء في ألمانيا من ألمانيا هنا الحقيقة في مدينة الموصل هو الحقيقة مكسب كبير لجامعتنا ولمدينتنا، لأن احنا الحقيقة نحاول أن نوصل الصورة الطيبة عن المدينة وتقديم الخدمات. الورشة الحالية تتضمن تطبيقات عملية في عمليات التأهيل النفسي باستخدام برامج التربية الرياضية. اليوم معنا طبيب نفسي الحقيقة قدم برزنتيشن رائع جدا في مجال الجانب النظري، وتمكننا اليوم بتحويل الجانب النظري لتطبيق عملي للمشاركين اللي يبلغ عددهم تقريبا 200 مشارك. ومعنا مدرب الدكتور عمرو من جمهورية مصر العربية، هو أستاذ زائر، هو مدرب فني ومعتمد في وزارة الصحة الألمانية. والسيد أوليفر شتول أيضا كان إلى الحضور في هذا البرنامج،
وان شاء الله يعني يكون هذا البرنامج في خدمه الجامعه وخدمه المدينه. نعم. شكرا لك دكتور ناظم. تحول لدكتور اوليفر شتول، يا ريت تتحدث لنا عن نفسك قليلا حتى نعرف الجمهور الموصلي والجمهور العراقي على الدكتور اوليفر شتول. Okay, my name is Oliver Stolf. I'm a professor for sports psychology at Martin Luther University. Professor Oliver Stolf من جامعة مارتن لوثر هالة من ألمانيا. يعمل مع دكتور ناظم من جامعة الموصل. برنامج شراكة بين الجامعتين الألمانية وجامعة الموصل. يعمل بعض المجال. دكتور أوليفر، ما هي أهداف هذه الورشة؟ This workshop is focused on giving. الهدف من هذه الورشة حاليا جامعة الموصل تركز على العلاج النفسي على الأطفال المتعرضين للصدمات، وكيف إنه ممكن العلاج عن طريق ممارسة الرياضة يخدم هؤلاء الأطفال المتعرضين للصدمات. تحدثت عن دورك دكتور أوليفر، دورك في هذه الورشة، أنت كبروفيسور يعني لك دور كبير في هذا الجانب، تحدث لي عن دورك وتجاربك السابقة، هل لديك تجارب سابقة في هذا الشأن؟ Okay, I have some experience in, I did some research in how sports can help to optimize. دوره بهذه الورشة يتركز، هو عنده خبرة في مجال علاج الحالات النفسية بالرياضة، فيساعد الناس اللي متعرضين للصدمات انه يتغلبون على الصدمة عن طريق الرياضة. كان أستاذ جامعة لدي طلاب يعملون مجال العلاج النفسي عن طريق ممارسة الرياضة. تحول الدكتور عمرو محمد رشدي، اهلا وسهلا بك مره اخرى دكتور عمرو. انت كطبيب نفسي عملت في مجال الضغط النفسي، ولكن قبل هذا اريد تتحدث شوي عن نفسك، يعني من هو عمرو محمد رشدي؟ وبس تعديل بسيط، هو انا حاصل على دكتوراه من جامعه مارتن لوثر في مجال النفس الرياضي. نعم. في خفض الضغوط النفسية لدى نعم. الأطفال ولدى الكبار. نعم. دوري هنا في الورشة بدعوة كريمة من الدكتور ناظم. نعم. إن احنا نحاول نخفض الضغوط النفسية على الأطفال وعلى الكبار مما تعرضوا له من صدمات بعد الأحداث السابقة اللي حدثت، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا ننقل الخبرات بتاعتنا، كان دوري ان انا درست في جامعه مارتن لوثر باللغه الالمانيه، ودوري برضو ان انا باللغه العربيه انقل الكلام ده باللغه العربيه للاطفال وللكبار او القائمين على هذا الموضوع، لنقل خبراتنا من اللغه الالمانيه الى اللغه العربيه واستخدام ما تم دراسته بجامعه مارتن لوثر. يعني اهم الخطوات اللي تتبعها في تقليل الضغط النفسي، وانت يعني في مجال علم النفس، يعني الخطوات، تحدثي شويه كيف يعني تحاول انه تقلل من هذا الضغط النفسي، الخطوات العمليه لهذا الشيء. والله هو اهم حاجه في موضوع خفض الضغوط النفسيه ان انت تقنع اللي قدامك بيك الاول، دي رقم واحد. رقم اثنين توصله برضه مرحله من الامان اللي هو يقدر يتكلم براحته وما يخبيش عليك حاجه، وتقدر تسمع له وما تقطعوش عن اللي هو بيقوله، تدي له اي اهتمام وما تقطعوش في اي اسئله تانية، وتسيبه يتكلم براحته لغايه ما توصل لمرحله ان انت تحاول تغير معتقدات الخاطئه اللي هو واخدها، وازاي يحاول يقدر ينسى الاحداث السابقه. نعم. كيف وجدت اطفال الموصل يعني من خلال هذه الورشه؟ يعني الضغوط هل هي كانت كبيره جدا بحيث ممكن ان تعالج على مراحل، ام يكفي انه خلال ورشه واحده او خلال جوله تدريبيه او جولتين تدريبيه ممكن انه تقلل الضغط الى درجه كبيره؟ والله مما لا شك فيه ان الاطفال متعرضين فعلا لصدمات كبيره، من اللقاءات اللي تحاورنا مع الاطفال وتحاورنا كمان مع الكبار ان هم عندهم صدمات كبيره جدا، والصوره برضو مترسخه في ذاكرتهم، محتاجه برضو شغل كتير جدا ومحتاجه ورشات عمل كبيره، ونحاول برضو ان احنا نوجه رساله للكبار لاولياء الامور ان هم حاولوا يظهروا قدام اطفالهم ان ما فيش ضغوط عليهم، عشان الطفل بيشوف الكلام ده فبيكون ليه تاثير كبير على الاطفال.
شكرا لك، سأعود إليك مرة أخرى وهناك حديث مطول إن شاء الله حول هذا الموضوع. أنتقل للدكتور البروفيسور ستيفان، طبيب نفسي. تحدث لي عن نفسك بداية وعن دورك في هذه الورشة. Hello, my name is Stefan Watzke. I'm a psychologist, professor in Germany too, and in my clinic I work with traumatized people. هو اسمه بروفيسور ستيفان من ألمانيا، طبيب نفسي يعمل مع الأشخاص اللي معرضين الصدمات. دوره بالورشة قام بإعطاء محاضرات نظرية وعملية حول الأشخاص اللي متعرضين للصدمات، طريقة التعامل معهم. دكتور ستيفان، يعني شنو اللي دعاكم أنتم للتعاون مع جامعة الموصل وللتعاون مع العراق بصورة عامة والمحافظة نينوى بصورة خاصة؟ I decided to come to Mosul because I think that especially the children of Mosul are. يذكر دكتور ستيفان انه قرر القدوم للموصل لان الموصل تعرضت لحرب والاطفال يعني يحتاجون مساعده نفسيه، بما انه طبيب نفساني يعرف انه مجال الطب النفسي بالعراق يعني ما قوي كفايه حتى يتعامل مع هذه الحالات. حاول انه يعني يجي يقدم مساعده بحيث يقدر يساعد الأطفال إنه يتلقون علاج نفسي. شعر برغبة إنه يجي حتى يساعد هؤلاء الأطفال. مشاهدي الأعزاء، فاصل ومن ثم نعود لنتحدث مع ضيوفنا الأعزاء مرة أخرى، فكونوا معنا. اهلا بكم مره اخرى مشاهدينا الاعزاء وانتم تتابعون برنامجنا الرياضي اسياد الرياضه وضيوف الحلقه. اعود للدكتور ناظم الوتار الاكاديمي في جامعه الموصل. دكتور ناظم، الورشه الثالثه اقيمت في جامعه الموصل، وهذا اعتبره ان انجاز بحضور الماني وحضور دولي، يعني شيء جيد يحسب لكم. شوي تحدث لي عن نتائج هذه الورشه، وايضا هل هناك تحدث لي ايضا عن الجوانب التطبيقيه والجوانب العلميه في هذا الموضوع. نعم، الورشه الحقيقه تجربه فريده قامت بها جامعه الموصل. الجانب الفريد في الموضوع انها تخرج عن النص التقليدي اللي حقيقه الكثير من المنظمات الدوليه قامت بنفس البرامج او برامج مشابهه الى حد ما، لكن التجربه الحاليه هي تجربه تتميز بالجانب التطبيقي والاستفاده من خبرات اجنبيه والاستفاده ايضا من الخبرات العراقيه. كما تعلم جنابك، جامعه الموصل يعني تتميز بعلماء وكبار وعقليات متقدمه جدا في مجال علم النفس وجانب الرياضي. الشيء المميز في هذه الورشه كان فيها شركاء من قسم علم النفس وكليه التربيه العلوم الانسانيه، ومن كلية التربية للبنات، ومن كلية التربية الأساسية، ومن قسم النشاطات الرياضية الطلابية في جامعة الموصل. الشراكة الدولية العراقية تمخضت عنها محاور مهمة في جوانب مختلفة قادت إلى تحقيق الحقيقة أهداف احنا كنا نسعى لها، وهي تعليم وتدريب الناس التي تعمل مع الأطفال في كيفية التعامل معهم من الناحية العملية. كان عندنا محاضرات تم الحديث عنها بشكل نظري، تم تحويلها مثل ما ذكرت في البداية إلى جانب تطبيق عملي. الناس اللي يعملون في هذا المجال هم بحاجة إلى التعامل المباشر على الأرض وليس إلى التنظير والكلام وإلى ما إلى ذلك. فلهذا الجامعة احتضنت هذا النشاط، وهذا النشاط هو سبقه الحقيقة زيارة لوفد من جامعة الموصل إلى ألمانيا، وكان هناك لقاء مع السيد رئيس جامعة مارتن لوثر بخطاب رسمي ونقل رسالة من السيد رئيس جامعة الموصل الدكتور الأحمدي، واتمخض عن هذا اللقاء العلمي توقيع محضر تعاون علمي بين جامعة الموصل وجامعة مارتن لوثر. هذا المحضر لم يشمل فقط الجوانب الرياضية، أي يعني كليات التربية الرياضية وأقسامها، وإنما شمل جميع التخصصات المتشابهة في هذا الموضوع. ولهذا اليوم كان عندنا بالذات اليوم ويوم أمس تطبيقات ممكن نسميها أكثر من رائعة، كانت ذات فائدة مهمة شارك بها دكتور شتول ودكتور عمرو ودكتور ستيفان.
وكان الشيء المميز أنه عدد مشاركين كبير جدا وكانوا يصغون ومستمتعين. من هم الفئة المشاركة؟ الفئة المشاركة جميع، احنا فتحنا باب المشاركة لجميع الباحثين والمهتمين من كل كليات جامعة الموصل ومن تربية نينوى. أي شخص كان يحب أن يشارك في هذه الورشة احنا سمحنا له، لأن نعتبرها وجود لهؤلاء الزملاء من ألمانيا فرصة للتعلم وفرصة لتبادل الأفكار. دكتور، يعني هناك يعني سؤال يتردد إلى الذهن، يعني بعد انتهاء يعني هذه الورشة والورشة المثمرة أعتبرها، يعني هل بالإمكان إقامة دورات مثلا لمعلمين ومعلمات التربية الرياضية ومدرسين ومدرسات التربية الرياضية للاستفادة من نتائج هذه الورشة لتطبيقها على أرض الواقع في المدارس و يعني حتى الإعدادية والثانوية وإلى آخره؟ الحقيقة هذا سؤال مهم جدا. نعم. البروفيسور أوليفر شتول رجل متعاون جدا. نعم. هو مدير المعهد الرياضي في جامعة مارتن لوثر، سخر كل جهده وإمكانياته وتبنى فكرة مساعدة مدينة الموصل مع الزملاء الآخرين. هذا التبني قاد إلى جهود حثيثة من قبله بالتنسيق مع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي الدي آي دي. هذه المؤسسة هي تدعم المشاريع الكبيرة والخاصة المشاريع الأكاديمية. نجح الرجل بالتعاون معنا بروفيسور أوليفر، نجح في الحصول على تمديد للبرنامج لمدة سنتين، لكن البرنامج الآن اتجه بالسياق اللي تكلمت به جنابك، أنه تدريب معلمين ومعلمات وطلبة دراسات عليا وباحثين شباب. تتبنى الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي مسؤولية دعمهم علميا وماديا وأكاديميا ولفترات على شكل short courses، يعني دورات تدريبية. هذا الإجراء اللي حدث يعني نعتبره مفخرة لنا ونجاح كبير لجامعة الموصل، تميز بينه عن بقية الجامعات الأخرى بأنه راح نخدم فئة كبيرة ليس في الجامعة وإنما تأتي مع أهداف الجامعة والحقيقة خطة السيد رئيس الجامعة في التعامل ودعم المجتمع المحلي. شكرا لك دكتور. أتحول الدكتور أوليفر. دكتور أوليفر، نتحدث عن الجانب الرياضي، يعني كيف يعني أنت قدرت مثلا بالجانب الرياضي يعني تقلل من الصدمة اللي حصلت في الموصل، والفئة المستهدفة من هم والأعمار المستهدفة من أي عمر إلى أي عمر مستهدف في الورشة يعني وعملكم أيضا؟ So basically, I'm a sports psychologist working with athletes, and athletes have some very special capabilities. بما أنه يتعامل بالطب النفسي، يتعامل مع الرياضيين اللي عندهم إمكانيات، فيساعدهم أحيانا يعني يساعدهم عن طريق الطب النفسي على تطوير أدائهم. If we try to build up resilience, for example, فممكن بنفس الوقت يتعامل مع الناس العاديين على كيفية التعامل مع المواقف الصعبة التي يمرون بها. دكتور أوليفر، كيف يمكن لكم أنتم كدولة صديقة وضيوف على محافظة نينوى كأكاديميين، كيف لكم أن تساعدون أهل الموصل يعني في بأي طريقة؟ يعني الجانب الرياضي جانب واحد، هل هناك مثلا تبادل في الجانب العلمي ايضا مع جامعة الموصل في هذا الموضوع؟ Yes, this is the basis of the project. First of all is بالتأكيد هو هذا الغرض الرئيسي من المشروع، هو انه يتم تبادل الخبرات وأساليب البحث الحديثة. لكن السؤال هو كيف يمكن تطوير إمكانات الطلبة، طلبة البكالوريوس، طلبة الماجستير وطلبة الدكتوراه، حتى نمكنهم أنه يتواصلون مع البحوث اللي حديث حالياً. Thank you, Mr. Oliver. أعود لدكتور عمرو. دكتور عمرو، أنت مختص في الجانب الطب النفسي، يعني تحدث لي عن الخطوات العملية اللي أنت وضعتها جنابك من أجل تخفيف الضغوط النفسية. هل يعني هناك خطوات عملية؟ هل هناك تمارين أو هل هناك بعض الخطوات يجب أن يوديها الطفل من أجل أن يعني نخفف عن الضغوط النفسية والصدمات اللي حصلته؟
في مرحلة الطفولة بيميل الطفل للعب. نعم. يعني هو بطبيعة ذاته بيحب يلعب، بيحب يجري، بيحب يتحرك كتير. نعم. فبنستغل حاجة زي كده ان يبقى في ألعاب ترويحية تعود عليه بالمرح والسرور. منها تكون ألعاب برضو ذات هدف، يعني ممكن أخلي من خلال الألعاب مثلا أعلمه حاجة تعليمية تساعده في المدرسة كمان. ده شك. مثل إيش يعني؟ مثل شو؟ يعني مثلا إن أنا أستخدم مثلا أحبال يكتب بها كلمات، أستخدم مثلا حبال يقدر يشكلها يكتب بها حروف ويعمل بعملية جمع وطرح ويجاوب بها نفسه، يبقى هو لعب في نفس الوقت وفي هدف تاني حصل عليه إن هو قدر يتعلم حاجة. يعني ممكن يكون اللعب نفسه كوسيلة لتعلمه ما يتم دراسته في المدرسة من خلال اللعب. نعم. دي مرحلة. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التدريب العقلي، ازاي اقدر اوصله لمرحلة الاسترخاء، ازاي اوصله ان هو عنده مشكلة نفسية او عنده بعض الصور من نظرته للدمار او صور موجودة في عقله مش قادر ينساها، ازاي اخليه يفصل عن حاجة زي كده، اخليه ازاي يعني يتغضى عن نظر ان هو اما يجيله حاجة زي كده يحاول يلهي نفسه في حاجة تانية. من خلال الدورات التدريبية اللي احنا عملناها وصلت بمرحلة ان انا احاول مش اوصل للاطفال بس، لا الناس اللي هي قائمة على عملية تعليمية مع الاطفال، ان كان مدرسين ولا معلمين ولا مدربين او اعضاء التدريس، ان هم ازاي يقدروا يوصلوا الطفل لمرحلة ان هو يعيش واقع غير افتراضي، ان كان مثلا يسبح في الماء، ان كان يقدر يعمل رحلة في السماء، ازاي يكون حتى على سبيل المثال ان هو دخل الموصل وشاف الموصل بوضع مختلف، البيوت كلها مدهونه بلون ابيض، في زهور، في اناره، في فحاول يحاول يغضى عن الصوره اللي هو شايفها بدماغه بطريقه احسن. ومن خلال ذلك احنا بنحاول نوصل له برضه ان هو ازاي يقدر يجتهد، ازاي يقدر يخدم بلده، ازاي يعمل بطريقه صحيحه للنهوض ببلده اللي هو عايش فيها. كيف وجدت الاستجابه؟ كانت هناك استجابه ل والله اللي ملحوظ بالنسبة للمدرسين والمعلمين والقائمين أو المشتركين في الدورة التدريبية إن في رغبة شديدة وعندهم دافع داخلي للتغيير وعندهم دافع إن هم ينقلوا الموصل لوضع تاني. ومذكروا إن الأستاذ بتاعي حتى الأستاذ أوليفر شتول قال إن في تطور ملحوظ من الزيارة الأولى والزيارة الثانية. أنتقل للدكتور ستيفان. دكتور ستيفان، أنت أيضا مختص في جانب الطب النفسي أيضا، تحدث لي عن الخطوات العملية اللي يجب اتباعها من أجل إخراج الطفل من مرحلة الصدمة، مرحلة العقدة اللي البعض من الأطفال يعانون من عقد نفسية من جراء ما جرى في محافظة نينوى. هل هناك خطوات اتبعتها أنت تختلف عن خطوات زملائك الآخرين؟ I think at first it's important to notice that is not really possible. من المهم إنه نعرف إنه ليس من السهل إنه الطفل ينسى الصدمة اللي مر بها، لكن نحاول إنه نعلم الأطفال وكذلك آبائهم كيف يتغلبون على هذه الصدمة ويغيرون وجهة نظرهم تجاهها. لازم يعني نخليهم يشعرون إنه المستقبل راح يكون أفضل. من الأشياء اللي يجب أن نتأكد منها أول شيء إنه نخلي الشخص المصاب أو الطفل المتعرض للصدمة نخليه يشعر بالأمان. بعدين نساعده إنه نخليه يتكلم بحرية بطريقة منفتحة حتى يعبر عن مشاعره. بهالطريقة ممكن نتعامل معهم ونعالجهم. دكتور ستيفان، يعني زميلك الدكتور عمرو تحدث عن بعض الألعاب، يعني قال أن هناك بعض الألعاب اللي يحبها الطفل ممكن عن طريق هذه الألعاب نخفف من الضغوط النفسية اللي يعاني من عدها الطفل. هنا في العراق، يعني لو أتحدث لك أنا بصراحة في المدينة الموصل،
اللعبة المحببة لدى كل العراقيين والأطفال كرة القدم. يعني هاي اللعبة يعني كرة ساحرة يعرف دكتور ناظم، يعني ايش قد يحبوها الأطفال. يعني تصور أنا دخلت الموصل مع بداية التحرير، شاهدت الأطفال يلعبون في الأزقة، يعني أول شيء مارسوه الأطفال في محافظة نينوى وهم كرة القدم بعد التحرير مباشرة. يعني ممكن أنه إحنا عن طريق يعني هذه الألعاب المحببة لهم يعني نخرجهم من دوامة الضغط النفسي اللي يعانون من أدها. Yes, I think that playing football or other sports games are very important things to help people to regain their mental stability. يعتقد انه كرة القدم والألعاب الأخرى مهمة جدا حتى نساعد الناس يتغلبون على الصدمات خصوصا الأطفال. الرياضة ممارسة الرياضة تعطي للشخص يعني شعور أفضل. So we should تساعد الأطفال يعني الرياضة تساعد الأطفال تخليه تفتح أمامهم مجالات أخرى، بالأخص إذا ساعدنا الأطفال إنه يلعبون مع أطفال آخرين. يعني راح نشط عندهم قيم أخرى إنه يتواصلون مع الأطفال الآخرين، يتبادلون مشاعرهم مع البعض الآخر. ممكن يعني هم نفسهم راح يطورون يعني طرق يتغلبون بها على الصدمة ويفكرون بحياة أفضل. Thank you, Mr. Stefan. مشاهدينا الأعزاء، فاصل ومن ثم نعود مرة أخرى، فكونوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام وبرنامج إسراد الرياضة. أعود للدكتور ناظم الوتار. الدكتور ناظم، ما هي الآفاق المستقبلية لهذا المشروع؟ هل هناك يعني مشاريع مستقبلية مشابهة أم نفس المشروع راح تستمرون بها؟ في مرحلة معينة كنا أمام تحديات، تحديات الاستمرار في تطبيق هذا المشروع بمراحل ثلاثة اللي تمتد لمدة سنة واحدة، لكن لاحقا تمكننا بالشراكة مع بروفيسور أوليفر شتول وعدد من الزملاء في صياغة فكرة التمديد للبرنامج لسنتين إضافيتين. يعني رد أسألك عن الفكرة، يعني الفكرة منين جت؟ يعني هذا طبعا هذا السؤال يعني من المفروض من البداية أسألك، منين جت هاي فكرة التبادل بينك وبين الشركاء الألمان؟ أنا أرتبط بعلاقة قديمة كصديق زميلي أوليفر شتول تمتد يمكن إلى أكثر من 20 يعني سنة. من عندك بدأت الفكرة؟ من 20 سنة كنا نعمل مع بعض بحوث مشتركة وفي عندي زيارات يعني زمالات بحثية أكثر من زمالة اشتغلت مع الأستاذ أوليفر. في زيارة العام الماضي كنت في ألمانيا طرح علي فكرة البرنامج الشراكة الألمانية العراقية. البرنامج هو فريد يعني هو طرح فكرة البرنامج، لكن كان يبحث عن عنوان أو عن مشروع. يعني هو حكى لي أنه هناك برنامج اسمه برنامج الشراكة الألمانية العراقية من قبل الهيئة الألمانية، كيف يمكن أن نخدم العراق به؟ فطرحت علي فكرة أنه نتكلم عن آفاق مستقبلية تطوير التعليم العالي، وجلسنا لأكثر من أسبوع نكتب في هذا البرنامج مع بعض الأهداف والرؤية وإلى آخره. وهذا البرنامج خضع للتقييم العلمي من قبل الهيئة الألمانية. بعد التقييم العلمي حصل على الموافقة على تقديم الدعم للمشروع، ويعني نقلنا المشروع للسيد رئيس الجامعة اللي مشكورة الحقيقة، دعمنا ورحب كثير. وبدينا بالمراحل الأولى، مثل ما ذكرت واجهتنا بعض التحديات لكن تغلبنا عليها. قررنا أنا وزميلي شتول إنه نحاول نمدد المشروع حتى نخدم المدينة ونخدم الجامعة والعراق بشكل عام. تمديد المشروع بينه فوائد كثيرة، ونغير اتجاه المشروع من اتجاه لاتجاه آخر. يوم أمس كنا في التطبيق العملي للورشة، فجاني أوليفر إنه كان يتصل خارج القاعة، فإذا هو جاء مقبل يعني يركض باتجاهي وعانقني وبوسني وقال لي إنه إحنا نجحنا في إنه نحصل على تمديد لمدة سنتين إضافيتين للبرنامج ضمن خطة أكاديمية جديدة. هذه الخطة يعني موضوع
الدعم مالها يعادل 8 أضعاف الدعم السابق، وهي خطة أكاديمية جامعية بحتة. نعم. برعاية الجامعة يعني، وبإدارة مشتركة بين جنابه وكمدير المشروع وبين جامعة الموصل. المشروع يضمن تدريب باحثين شباب في مجال التربية الرياضية، وتدريب أساتذة، وتدريب طلاب ماجستير، وتدريب طلاب دكتوراه لمدة 2 سنين على شكل أيضا 3 مراحل، تبدأ في الشهر الثاني والشهر الخامس والشهر الثامن من عام 2020 وعام 2021. ويمكن لو تسأل أوليفر عن التفاصيل يمكن هو يعني راح يتكلم لك عن هذا الموضوع أكثر. دكتور أوليفر، الآفاق المستقبلية لهذا المشروع، وأنت يوم أمس بشرت الدكتور ناظم أنه تم تمديد المشروع إلى 2 سنين، يعني الخطط المستقبلية لهذا المشروع، هل هناك خطط أخرى، برامج أخرى لهذا المشروع المستقبلي؟ Well, the first year was basically the 3 workshops we met. The first year was basically meeting each other, learning each other. أول سنة كانت عبارة عن 3 ورش، الأساس منها كان التعرف على بعض، تبادل زيارات بين يعني من الجامعتين، أساتذة من الجامعتين من ألمانيا ومن جامعة الموصل. تم توقيع العقد مع جامعة الموصل. السنتين القادمتين راح يعني تشمل تدريب باحثين من العراق وألمانيا. بما أنه التكنولوجيا البحوث متطورة جدا في ألمانيا، فراح نمكن الطلبة اللي بجامعة الموصل على التقنيات الحديثة وكيفية كتابة البحوث باللغة الإنجليزية أيضا. شيء جيد طبعا، واحنا يعني سعيدين جدا ب يعني هذا الخبر انه هناك متدربين عراقيين سيكونون اول ناس تعرفون هذا الخبر في المانيا. نعم، خبر حصري هو طبعا. اي والله. نعم دكتور أوليفر، ردت اسالك عن الموصل، يعني وسائل الاعلام العالميه وحتى اخواننا العرب الكل يتحدث عن العراق، انه العراق خاصه الموصل هي محافظة منكوبة، محافظة ما فيها أمن ولا فيها استقرار وإلى آخره. كيف وجدت الموصل أنت كأول شخصية ألمانية أجنبية تدخل إلى محافظة نينوى؟ مرحب بك طبعا. قبل ما يأتي للموصل كان الطريقة الوحيدة اللي يرى فيها الموصل هي عن طريق التلفزيون، لكن من جال الموصل قبل سنة ذهب للمنطقة القديمة للجانب الأيمن، شاف الدمار اللي موجود بيها، لكن الشيء الجيد اللي شافه أنه الناس أهالي الموصل هم ناس يعني ودودين جدا ومنفتحين على بعض، منفتحين على الآخرين. بعد لكن هو كيف يرى الوضع يعني بعد ما جاء بعد سنة من الزيارة الأولى، شاف أنه تم التقدم خطوات كبيرة في مدينة الموصل خصوصا بالجانب الأيسر، لكن حتى بالجانب الأيمن صحيح وجود بعض آثار الدمار، لكن اليوم زار مدرسة من المدارس ورأى الطلبة يعني يدامون في مدارسهم وبدأوا يتغلبون على هذا الوضع. يحب يضيف عبارة أخرى، في أوروبا الناس يقولون الموصل ليست آمنة، لا تذهبون للموصل لأن لا يوجد فيها أمان، لكن يقول أنا زرت الموصل ووجدت فيها الأمان، وأقول للناس تعالوا زوروا الموصل وأنا سوف أعود إليها مرة أخرى وأخرى. أهلا وسهلا بك في كل وقت، احنا سعيدين جدا أن نلتقي بأصدقائنا وكل شخص يأتي للموصل، وأهل الموصل يعني ناس يحبون الضيوف، يحبون إكرام الضيف، ويعني سعيدين جدا بتواجدكم هنا في الموصل. شكرا. دكتور عمرو، يعني قبل ما أسألك نفس السؤال بس قبل هذا أريد تتكلم لي عن الآفاق المستقبلية، تم تمديد المشروع لـ2، أنت أيضا أكيد لديك أفكار يعني ولديك يعني ضمن الأجندات اللي موجودة عندك تتقدم بهذا المشروع وهذا الطرح اللي موجود عندك، شنو اللي راح تقدمه خلال المشروع المستقبلي لهذه الورشة؟ والله احنا كل يوم في حديث مع الدكتور ناظم والدكتور أوليفر وبنتكلم ازاي نطور في المشروع
دكتور ناظم برضو بيعرض علينا حبة أفكار بتتم صياغها برضو باللغة الألمانية للأستاذ شتول، إن يتعمل محاضرات باللغة الألمانية أو باللغة الإنجليزية ويتم ترجمتها باللغة العربية مع وجود خط باللغة العربية للطلاب العراقيين. يتعمل دورات برضو إعدادية أو دورات تخدم أعضاء التدريس هنا بعملية التدريب للطلبة للوصول لأبحاث عالمية أو إدراجهم من ضمن ما هو موجود في 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 العالم. أرجع أسألك عن زيارتك إلى الموصل، هل هي الزيارة الأولى لك للموصل؟ والله دي الزيارة الأولى للموصل، ولا أخبى على حضرتك يعني ما كان حد يسألني رايح فين أقول له رايح العراق، وما أجيبش سيرة أنا رايح للموصل يعني. فكان بيتخض أصلا لما أقول كلمة عراق، فما كنتش يعني انت قلت لهم انا رايح على اربيل، ما قلت لهم يعني اقول رايح على اربيل، ما كنتش اقول خالص رايح الموصل. بس لما جيت هنا زي ما تكرم استاذ الفاضل وقال ان الموصل يعني امنه وفي امان، واحنا حاسين احنا في وسط اخواتنا، وزي برضه ما هو قال ان موجود فعلا على الجهه المسؤوله عن السفارات الالمانيه مكتوب فيها ان ممنوع السفر للعراق، اللي هي غير آمنة. فتقريبا الكلام ده يعني ممكن يكون من خلال التلفزيون أو ما يتم نشره في الصحف، وأنا شايف غير ذلك يعني. نعم أكيد احنا نرحب بيك بالموصل دكتور عمرو، وإحنا أخواننا المصريين كانوا متواجدين بأعداد كبيرة في محافظة نينوى، وأكيد لكل شخص مصري ذكريات في الموصل. نتمنى أنه الزيارات تتكرر من جنابك ومن كل الأكاديميين المصريين، حتى أيضا يساهمون في إعادة إعمار المدينة، ويساهمون أيضا في تطوير الجانب العلمي والرياضي في المحافظة. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور شتيفان. أيضا تكلمني عن الآفاق المستقبلية للمشروع بعد التمديد لسنتين، يعني الأفكار اللي أنت تحاول أن تطرحها خلال الورش القادمة، هل هناك أفكار جديدة، هل هناك تطور جديد سيحدث في هذه الورشة العراقية الألمانية؟ Yes, we already talked about this topic a little bit. تحدثنا عن هذا الأمر قليلا. أعتقد أنه يجب أن يكون هناك مؤتمرات في المستقبل تنعرض بها أساليب العلاج النفسي، كيفية دعم الناس بالعراق. طبعا نبدي مع الأطفال، ممكن نقدم هذا الدعم النفسي للأطفال، أو نساعد المعلمين حتى يتعاملوا أو المدرسين حتى يتعاملوا مع هذه الحالات، مع الحالات الأطفال المصابين بالصدمة. بالمستقبل القريب جدا راح يقدم مواد علمية ممكن يقدمها للمدارس حتى يتم تدريسها في المدارس وأيضا بالجامعات. هذه المواد ممكن تساعد الأطفال حتى يتجاوزوا أو يتغلبوا على الصدمات اللي أصابتهم. سؤال آخر، كيف وجدت الموصل؟ يعني الأفكار اللي أنا تحدثت مع دكتور أوليفر، قلت الإعلام العالمي لربما ضخم الموضوع أن الموصل غير آمن، أنت كيف وجدت الموصل؟ ويعني شنو اللي عجبك بالموصل بالتحديد؟ Of course I only knew Mosul before only from pictures from TV and from هو ايضا تعرف الى مدينه، كان يعني يرى مدينه الموصل من خلال التلفزيون او من خلال الصور اللي تعرض على الانترنت. كان بالبداية عنده بعض القلق يعني قبل ما يأتي للموصل، لكن هو بعد ما أجا فهو جدا يعني ممتن لهذه الفرصة أنه حضر إلى مدينة الموصل. سعيد جدا هو بمقابلة الناس أهالي الموصل، سعيد بكرمهم، كونهم كرماء جدا، ناس ودودين. أيضا هو سعيد لأنه زار واحدة من المدارس وشاف الناس ترجع يعني إلى الحياة الطبيعية، بدأوا يفتحون محلاتهم، بدأوا يرجعون مدارسهم. سعيد جدا بهذا الشيء.
طبعا قبل ما اختم البرنامج، الاكلات الموصليه شنو اللي عجبك بيها؟ يعني اي اكله عجبتك يعني بالموصل؟ That's one of the aspects. I think هو يعني سعيد جدا، هو تم دعوتهم لوجبات غداء ووجبات عشاء وتناولوا كثير من الوجبات التقليديه الموصليه. يعتقد انه اذا بقى لفتره اطول راح يحتاج انه يشتري ملابس اوسع لان وزنه راح يزداد. الاكله اللي عجبت بروفيسور اوليفر هي الكاهي، اكله الكاهي. حبيبي دكتور عمرو، انت ايش عجبك من الاكلات الموصليه؟ الكاهي. الكاهي انت؟ دكتور ناظم، قبل ما اختم البرنامج يعني رساله عن طريقك وعن طريق الضيوف اللي حضروا، ورساله للعراقيين ولاهل الموصل وايضا للعالم، كيف ماذا تقول؟ الحقيقه اللي اود اقوله انه اهل الموصل هم في محنه كانوا، لكن خلي يتاكدون ان هناك ناس تفكر وتبحث عن كل الوسائل للتغيير والمساعده وتطوير المجتمع المحلي، وهي أهداف الجامعة اللي تبناها سير رئيس الجامعة ويتبناها عدد كبير من الأساتذة. فكلنا نعمل في هذا المجال. صحيح أنه العمل صعب وأمامنا عمل كبير وكثير وشاق والمشكلة كبيرة، لكن كلنا نعمل في قدر ما نستطيع يعني. وهذا الحقيقة هي أمانة المهمة والمهنة، يعني السلوك المهني الحقيقي اللي إحنا يجب أن نقوم به. يعني لا أخفيك سر أنه الموضوع معقد إلى حد ما، لكن هناك شركاء عراقيين ومن جامعة الموصل وشركاء من ألمانيا يفكرون لمساعدة أهالي المدينة، فليطمئنون إن شاء الله. إحنا نعمل قدر المستطاع ضمن الإمكانيات ونبحث عن أي وسيلة للتطوير وللتحسين. والحقيقة ما فقط في الجانب الأكاديمي، إحنا مثل ما تلاحظ إحنا دا نشتغل الجانب المجتمعي. الجانب المهم في هذا الموضوع أن الجامعة دا تخرج عن النطاق التقليدي الأكاديمي، بتحاول أنه تخدم المجتمع وتدعم هذا النشاط. فيعني إن شاء الله هذه الجهود تكلل بنجاح، وهذا اتجاه جديد، يعني اتجاه جديد للأكاديميين والباحثين، لأن إحنا نستغل علاقاتنا اللي تربطنا مع جامعات دولية ومع زملاء أجانب لإيصال الفكرة وتوضيح الحالة ويعني إنضاج الأفكار اللي يمكن أن تقدم خدمة للمجتمع. شكرا جزيلا لك دكتور ناظم. طبعا أيضا أنا عندي رسالة يعني عبر ضيوفنا الأعزاء من ألمانيا وأيضا دكتور عمرو من جمهورية مصر العربية. يعني أتمنى أنه توصلون صوت أهل الموصل للعالم، لألمانيا الصديقة، أن الموصل فيها ناس محبين للسلام، ناس محبين للرياضة بالتحديد، ولكن لا توجد فيها بنى تحتية رياضية، يحتاج إلى ملاعب، تحتاج إلى مد يد المساعدة من يعني أصدقائنا بالعالم وأيضا أشقائنا العرب من أجل النهوض بهذه المدينة. أستاذ جاسم شكرا، طبعا ملاحظتك كلش مهمة. إحنا في فترة سابقة بالتعاون مع بروفيسور شتول سعينا بهذا الاتجاه كجامعة الموصل، ووصلنا إلى نتائج إيجابية لبنى تحتية رياضية. واجهتنا بعض الإشكالات، فقدنا هذه الخصوصية في مرحلة معينة، لكن إن شاء الله نحاول نرجع لها في فترة قريبة وتكون أقوى من السابق، لأن الإرادة اللي عندنا إرادة قوية، تحدينا قوي كجامعة وكأشخاص وكأفراد وكباحثين، ويهمنا هذا الشيء. إحنا الجانب الرياضي بلدينا اليوم ايضا اثناء زيارتنا للمدينه القديمه شفنا الملعب لنادي الموصل وحاله الدمار، وكان الحقيقه يعني اندهاش من الوضع الماساوي للملعب. وانا في زياره سابقه ذهبت مع دكتور شتول الى نادي الفتوه وطلعنا، والدكتور نوفل الحيالي رئيس النادي الرجل يعني كان يعني يسعى بكل ما في جهده لاعاده البنى التحتيه، وهو نجح الى حد ما في نادي الفتوه بهذا الجانب. لكن طموحنا ان شاء الله مثل ما تفضلت، يعني احنا البنى التحتيه موضوع مهم جدا، لانه احنا ما نقدر يعني نتكلم عن جانب نظري واطفال وتاهيل وكذا، لكن احنا نريد نسحب الاطفال والشباب للانديه الرياضيه، ونريد نسحبهم نحو يعني ممارسه الرياضه. ويمكن خطوات الاستثمار الرياضي، احنا كان تكلمنا في فكره ولو قد يجوز نخرج عن موضوع الحلقه هذه، تكلمنا مع السيد رئيس نادي فتوه دكتور نوفل اللي كان يعني قبل فتره تحدث معي،
عن مشروع مهم يخدم المدينة، فأنا طرحت عليه موضوع الاستثمار الرياضي وكيف أنه إحنا ممكن أن الأراضي والأشياء اللي نمتلكها كيف نحولها إلى عملية استثمارية، نخلي الرياضي ميجوع ونخلي اللاعب يأخذ راتب ونخلي المدرب يستفاد ونخلي الرياضة تتطور ونطور البنية التحتية. الأفكار كثيرة والمشاريع كثيرة وإن شاء الله نتعاون كلنا مع بعض، كلنا مع بعض. الجامعة يعني بابها مفتوح، أنا ما أتكلم عن الجامعة قد يكون غير مخول، لكن الرؤية اللي أراها من خلال سلوك القيادة الإدارية في الجامعة بكل مفاصلها شيء مفتوح للتعاون. شكرا جزيلا لك دكتور ناظم، طبعا أنا سعيد جدا بتواجدك معي. شكرا جزيلا دكتور ناظم، وأيضا دكتور أوليفر سعيد جدا بتواجدك هنا في مدينة الموصل، ونتمنى أنه الزيارات تتكرر ويعني لهذه المحافظة، وأيضا تنقلون صوت أهل الموصل إلى العالم وإلى ألمانيا وإلى كل أوروبا أنه الموصل بأمان وسلام، ولكن تحتاج إلى من يدعمها رياضيا وأيضا يدعمها في من خلال البنى التحتية الرياضية. شكرا جزيلا لك أيضا دكتور عمرو، سعيد جدا بتواجدك هنا في محافظة نينوى، وتحياتنا لجمهورية مصر العربية الشقيقة وأبناء مصر إن شاء الله. أنا أسعد. شكرا جزيلا لك، شكرا للدكتور ستيفان، سعيدين جدا بتواجدك هنا معنا في البرنامج. مشاهدين الأعزاء، بعد ما تحدثنا مع ضيوف الحلقة، ضيوف العراق وضيوف محافظة نينوى، نأتي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج أسياد الرياضة. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، ألتقيكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.